يسرني ويشرفني أن أكون في هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أنأى بعيدا عن الدبلوماسية، فأنا لست دبلوماسيا، أنا رجل أمن، سأتحدث عن مهددات الأمن الداخلي والخارجية. قد يكون كلامي محرجا لمن هم في الداخل ولمن هم في الخارج، ولكن نحن لم نأتي إلى مثل هذا المؤتمر إلا لنقول ما نستشعر به كرجال أمن. في عجالة لن أطيل عليكم، سأحاول أن أستعرض 38 سبب أو مهدد للأمن في الخليج. منها ما سموه الأمير تركي تطرق له، ومنها لم يتطرق إليه أحد. فلنبدأ الآن بالمهدد رقم 1، السياسة الأمريكية في اعتقادي في المنطقة مهدد الأمر رقم 1. قد يكون هذا يعني غير مناسب لأصدقائنا الأمريكان، ولكن علمتنا التجارب أن الأمريكان ليس لهم صديق، بل ينفضون أيديهم بسرعة من أصدقائهم. ولهذا فالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية سياسة تشكل تهديد، لأن لها مآرب قلب الأنظمة. زمان كانوا يتحدثون عن فرض الديمقراطية، فحينما فشلوا في العراق أن يفرضوها وفي أفغانستان بدأوا بشيء آخر، بتصدير الثورة، انتهجوا النهج والفكر، فكر الخميني، وأخذوا نفس الفكرة وبدأوا يصدرون الثورة. تصدير، وهذا ليس كلامي أنا، هذا كلام يعني الكتاب الأمريكان أنفسهم والمفكرين الأمريكان أنفسهم، بأن ويقولون بأننا نصدر الثورة في الوطن العربي. فإذا كانت هذه النوايا تصدير الثورة لديهم، فهم يتفقون تماما في الذهنية التي كان يفكر فيها الخميني آنذاك. والإتيان بأنظمة جديدة تتماشى والعقيدة الأمريكية في تداول السلطة. طيب، شفنا في تونس، صدرت إلى مصر، ثم ليبيا واليمن، والآن في سوريا، ومن سيكون القادم؟ هذا واقع الحال. تعالوا الآن نستعرض السياسة الأمريكية في المنطقة. إيران، محاولات إيران فشلت. إيران في الإطاحة بصدام، حققت أمريكا هذا الحلم لإيران. فشلت إيران بأن يكون لها وجود فعال في العراق، حققت أمريكا وجود فعال لإيران داخل العراق. وفشلت إيران في تصدير الثورة، ونجحت أمريكا في تصدير الثورة في المنطقة. فكأن أمريكا أتت بكل الأحلام اللي تتمناها إيران، تخيلوا. طيب، السياسة الأمريكية سياسة تحقيق مصالح وليست تحقيق أو نيل حقوق. هم يتحدثون أننا نريد أن تنال الشعوب حقوقها. لا 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 يا إخوان، إذا كان الحال كذلك فهناك شعب عربي فلسطيني منتهك حقوقه، منتهك أكثر من أي شعب آخر. فلماذا لا تتحرك أمريكا وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولة؟ رفضت أمريكا علانية أن يكون للشعب الفلسطيني دولة. فحينما تتحدث أمريكا عن أنها مطامعها وقاياتها خيرة هي للشعوب، لا تكون صادقة مع الأسف الشديد.